المواطنون أيها المواطنات، تناشد فيكم الروح الوطنية، تناشد فيكم هذه الايام تصافحوا الحالات عندنا هون فاس، ويالت السكينه تعدل احتياطاتها الواجبه، وكلها يقبض داره، وكلها ما يسلم لحد عن حد. بعد عطله صيفيه اللي عرفت سافرت عدد كبير من الساكنات اقليم اصازاك، وبعد العوده لميمونه بدايه الموسم في شهر 9 عرفت ساكنة إقليم أصازاك ارتفاع مضطرد لعدد حالات الإصابة بكورونا، وما اضطر يعني السلطات المحلية للأمنية وللصحية ولكافة المتدخلين إلى الرفع من وتيرة العمل من أجل محاربة هذا الفيروس الفتاك، واتخذت إجراءات مهمة على كافة الأصعد. ومن هذا المنبر استغلوا باش نوجه نداء الى ساكنة آسة قاطبة، بحكم اننا مجتمع يعرف حالة اجتماعية فيها تواد وفيها تراحم، المرجو من المواطنين انهم يتاخذوا المزيد من الحيطة والحذر، ويكفوا عن الزيارات ولو مؤقتا الى حين على انه ندافر هذا الوباء، والله ان شاء الله ينصر منطقتنا وينصر مالكنا وينصر وطننا ويحفظ هذه الامة. أول شيء نقول لكم هاد الشيء راه كاتياها الناس مع هاد كورونا، الله يدير فيها بوسلين، الله يدير فيها بوسلين، والله يرجي لنا متضرر فيها هاد الأيام، ولكن لا إله إلا الله مع هذا المخزن، والله يا خويا حتى هما اللي خدامين دورهم الليل والنهار وكذا وهذي، ولكن نطلبوا السلامة من مولانا، هاد الشيء كاع هو الأفضل، ويرحم هاد الناس اللي توفوا، الله يواليهم برحمة الله. او هادشي اللي كاين الحمد لله. ايوا الناس هما اللي نطلبوهم باش يعودوا حتى هما يعاونوا المخزن ويعاونوا السلطات يجتنبوا ياسر من المسائل، ما يعودوا في بلاصه وما كذا وما هذه وما هذه، وما يسلموا وما هكذا، ويديروا الكمامه ويديروا ياسر من شيء الاحتياطات الكامله، الله يجازيهم حتى حنا نتعاونوا وراء المسائل، لا التعاون اي حاجه تعاون معه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء، هو اللي قادر على الوباء ان شاء الله. الحمد لله الناس بدات كتاخذ الاحتياطات اللازمه ديالها، الناس الحمد لله بداو يهتموا بارتداء الكمامه، الحمد لله من كل الاطفال الناس الكبار الشباب كل شيء، يعني الحمد لله توصلت ليه الفكره بان الناس يتخذوا الاحتياطات اللازمه من تعقيم اليدين ومن ارتداء الكمامه ومن التباعد الاجتماعي ومن عدم التجمعات الغير اللائقة وغير سبب. والناس الحمد لله السلطة المحلية هي دير الإجراءات اللازمة ديالها، المحلات ولو كيسدوا في الوقت المناسب في الوقت المحدود لهم،
والحمد لله الصحه حتى هي داير الدور ديالها. وحنا كصيادله الحمد لله هنايا في اسا حتى حنا دايرين الحمد لله الخدمات ديالنا مع المواطنين، توفير كل المسائل اللي كتخص الساكنه من كمامات من معقمات من ادويه من جميع جميع الادويه اللي الناس تيحتاجوها. والحمد لله الناس راه وصلتهم الفكره باش يحتاطوا باش يحميوا نفسهم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.